السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وسعادة وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنقدم فستان لعمر 7 سنوات شرح تفصيلي بدون باترون للمبتدئين. الفستان كتصميم نفسه ينفع يتعمل صيفي وشتوي، خروج وسواريه، تصميم نفسه تمشيه في كل الأحوال، بس ممكن تغيري في الخامات زي ما انت عايزة حسب المناسبة اللي انت هتروحيها أو حسب هو صيف أو شتاء كده. تمام؟ ان شاء الله تابعوا معايا الفيديو للآخر. ولو لسه أول مرة تشاهدي معانا فيديوهاتنا، أتمنى طبعا تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. تقدري تدخلي على قائمة تشغيل فساتين أطفال، هتلاقي عليها أكتر من تصميم تم شرحه بالتفصيل بدون باترون للمبتدئين، وإن شاء الله يكون الشرح مفيد ليكو وتعملوا أحسن من اللي احنا عملناه بإذن الله. الخامات المستعملة في الموديل عبارة عن متر إلا ربع شموا كشمير ومتر صوف كشمير في اسود كده مقلم، و 2 متر طول خيال اللي هو عرضه 3 متر، ده للنفشة. تمام؟ اول حاجة هنجيب المتر الا ربع شموات، ويكون اتجاه الاضاءة بتاعت القماش واحدة زي ما انتوا شايفين كده. تمام؟ ونطبقها بالطريقة ديت، وبعدين ندخل 2 سنتي، ده 2 سنتي دول للسوستة. تمام؟ دخلة السوستة، وبعدين هنعمل خط بالطريقة ديت عشان نرسم عليه باقي المقاسات. نحط دبوس، بعدين هندخل 6 سنتي الطريقة ديت دخلة الرقبة، وهننزل 2 سنتي، وبعدين ناخد الكتف حوالي 8.5 سنتي خياطة. تمام؟ بعدين هننزل طول التوب، هيكون حوالي 31.5 سنتي للخياطة. بعدين هنحدد عند ربع عرض الظهر كده نقطة اللي هي 14.5، وبعدين ربع محيط الصدر 17.5 نحدده، وربع محيط الوسط 16 سنتي، ونوصل خط الجنب ونطلع من الجنب 1 سنتي لفوق. بعدين هننزل حوالي 14 سنتي لحردة الجيرة وحردة الإبط بالطريقة ديت، ونرسم الحردة. وبعدين هننزل حوالي 3 سنتي عمق رقبة الظهر، الرقبة من الظهر، وبعدين هنطلع 5 سنتي من الجنب للزيادة في حالة الاحتياج للتوسيع. أي موديل سيبي فيه زيادة 5 سنتي عموما يعني. بعدين نقص، ده شكله بعد ما تقص. دلوقتي حنتني القماشة الباقية بالطريقة ديت، الجنب اللي ناحيتي ده هيبقى مقفول. بعدين نحط الظهر اللي احنا قصيناه، بس هنطلع 2 سنتي اللي احنا كنا سايبينهم للسوستة لبره كده، ونحط دبابيس. وبعدين هنقص على نفس الرسمة ديت. تمام؟ احنا كده قصيناها، هنعدل فيها تعديل بسيط. الاول هنحدد خط الجنب بالمارك عشان ده خط الخياطات اللي هنمشي على المكنة عليها. وبعدين هننزل من اول الكتف كده عمق رقبة الامام 6 سنتي، يعني الظهر كان 3 والامام 6. تمام؟ وهنشيل الجزء ده، وهندخل من الحردة كده من الامام حوالي 0.5 سنتي بالطريقة ديت، وبرضو دي هتتقص. هنقص الجزئين دول. تمام؟ احنا كده قصينا الامام والخلف. دلوقتي هنقص الكم، طول الكم ناقص الاسوره 45 سنتي، ونص محيط الذراعات 13 سنتي، نص محيط او دوران الاسوره 8 سنتي. بعدين بناخد من تحت 3 سنتي زياده، ومن فوق حوالي 5 سنتي زياده، ونوصل الخطوط ببعضها.
بعدين نقص الجزء ده، بعدين نتنيه الجنب التاني، انا مدبسة في النص عشان ما يتحركش معايا. بعدين نرسم من فوق بالطريقة دي، ونرسم خط برضو الجنب بتاع الكم ومن تحت، ونبدأ نكمل القص ده. كده الكم اتقص معانا، مقاساته مظبوطة. ودلوقتي هنشتغل على الجزء الاسفل من الفستان، هنجيب متر صوف وهنطبقه بالطريقة دي ناحية البرسل، هتبقى ناحية ايدي. هناخد 38 سنتي طول، وتحتهم 38 سنتي طول، يعني هناخد طول الجيبونة امام وخلف تحت بعض كده، تمام. ونحدد بقى بالمارك بالطريقة دي لغاية ما نحدد الطول فوق وتحت زي ما احنا عايزين. طبعا 38 مش طول الجيبة كاملة او الجيبونة كاملة، الجزء اللي تحت لا، لسه فيه كنار هيتركب ويكمل الطول اللي احنا عايزينه، هو حوالي 46 طول نهائي. والعرض هيكون 63 سنتي في القطعتين بالطريقة ديت. هنشيل الجزء، والجزء التاني هنفتحه من الجنب المقفول ده، عشان دي هتبقى فتحة الظهر، هو الخياطة بتاعت الظهر والسوستة طبعا، تمام. هنطلع برضو 2 سنتي الطريقة ديت، ونعلم خط وبعدين نفتحها. دلوقتي هنجيب الشموع وناخد شريط كده، شريطين للأمام والخلف، هيتطبق طبعا بالطريقة دي، وناخد طول 16 سنتي في القطعتين، وعرض 63 سنتي النص. بعد كده هنتني الطول الخيالي الاتنين متر بالطريقة دي، ناخد 44 سنتي فوق وتحت كده تحت بعضيهم، ودول هيعملوا 4 طبقات طول خيال، العرض 3 متر عشان الكشكشة. دلوقتي هنحط الأمام على الخلف بالطريقة ديت، هنخيط من الجناب على الخط اللي احنا محددينه بالمارك، من الجنب ده ومن الجنب ده ومن عند خط الكتف من فوق، تمام. دلوقتي هنعمل الكم ده، كم خلصته خياطة وركبت الاسورة، الكم التاني هيتعمل زيه زي ما انتوا شايفين. بنجيب الكم ونحدد عليه المقاسات اللي احنا قلناها، اللي هو نص محيط الذراع 13 سنتي، ونص الاسورة 8.5، ونحدد علامات خط الجنب ونخيط على الخط ده. بعدين هنجيب قطعة من الصوف وناخد الطول 5 سنتي والعرض 23 سنتي، ونخيط نسيب 2 سنتي من الجنبين ونخيطهم بالطريقة دي، ويتركب اللي هو الاسورة في الكم. وده كم بعد ما ركبته في التوب، هنشوف الكم التاني يتركب ازاي. هنحدد منتصف في الامام في الكم بدبوس بالطريقة ديت، و هنحط من تحت الباط خياطة الكم مقابل خياطة الجنب في التوب بدبوس برضو كده. والدبوس اللي احنا حددنا بيه منتصف الكم من الامام هيبقى هو مقابل لخط الكتف بالطريقة ديت. وبعدين نبدأ نلف حردة الكم كلها بالدبابيس بالطريقة ديت، نشبكها في التوب. معلش الجزء بتاع الاسورة مش عارفة مش لاقية ليه، بس ان شاء الله تكون سهلة وتركيبها ما فيهوش مشكلة، تمام. هنكمل اللف بالدبابيس بالطريقة دي قبل ما ناخدها على المكنة. تابعوا معايا الفيديو للآخر، وان شاء الله كل الخطوات تكون سهلة وتقدروا تنفذوها بنفس الطريقة واحسن. واللي لسه ما عملش اشتراك في القناة اتمنى طبعا تشرفكم لينا. بعد كده هناخده على المكنة ونخيطه الطريقة ديت، تمام. ده شكل الكم بعد ما تركب. دلوقتي هنعمل السجاف للرقبة، هنجيب جزء من الشموع، هناخد الطب ونتنيه بالطريقة دي، خط الكتف على خط الكتف
والخلف مقابل الخلف ونص الامام بالطريقه ديت، وناخد الدوران بتاع الرقبه بالطريقه دي كخط، ونحدد عرض 3 سنتي تقريبا بالطريقه ديت للسجاف. بعد كده هنقص، ده كده الجزء اللي احنا قصيناه للشموع عشان ننظف بيه الرقبة. دلوقتي هيتخيط في دوران الرقبة بالطريقة ديت، هنحدد من اول خط الظهر ونلفها بالطريقة ديت سايرين داير على المكنة، يعني هتقلبي هتخلي وش القطعة اللي احنا قصيناها في وش توب، وتخيطي على الظهر بالطريقة دي على الحرف، تمام. وبعدين تعملي تفتيحات بعد ما تخيطي بالطريقة دي عشان تريح الخياطة. بعدين هتقلبيها كده وتخيطي، عشان هي القماشة تقيلة ممكن تعمليها برم كده يعني لفتين في قلب بعض، بس القماشة تقيلة فاحنا هنخلوها خياطة واحدة كده على الحرف كده، تمام. انما لو قماشة خفيفة ممكن انتي تعمليها متنية خياطة مدارية. بعد كده هنجيب المستطيلين الشموع اللي احنا هنكمل بيهم طول الجبونة، ونحط كده خط الجنب يعني التقفيلة من الجنبين على بعض بالطريقة ديت ونخيطهم، وبعدين نبدأ نتني بالطريقة دي نقفلها بخياطة برضو. ده شكلها بعد ما تقفل على المكنة. وبعدين هنجيب الصوف وبرضو هنعمل خياطات الجناب والظهر، ده خط الظهر اللي هو بتاع السوستة، هنسيب الجزء ده بدون خياطة عشان هتكون السوستة نازلة لبعد الوسط، ونخيط من تحته. وبعدين نقفل خطين الجنب بتوع قطعتين في بعض، وبعد ما خيطنا الظهر والجناب قفلنا القطعتين في بعض، هنبدأ نحدد بدبوس كده منتصف الأمام، وده طبعا خطين الجنب، وده خط الظهر اللي هو سيبنا فيه فتحة للسوستة. كده بقت مستطيل كده، هنبدأ نعمل التانيات أو الكسرات بالعرض اللي احنا عايزينه لحد ما نجيب دوران الوسط بالظبط، تمام. انا عامله العرض بالطريقه ديت، عرض 5 سنتي تقريبا من الجنب ده ومن الجنب ده متني، وهكذا هتبداي تعملي لغايه ما تقفلي دوران الوسط بالظبط. بعدين تخيطي على المكنه طبعا، وبعدين تركبي الكنار تحت الجيبه بالطريقه ديت. طبعا احنا مقفلين المستطيل بتاع الكنار وهيتركب في الجيبه بالطريقه اللي انتوا شفتوها. احنا كده خلطنا الجزء اللي تحت من الفستان اللي هو جزء الصوف الشموع، وكشكشنا الطول عباره 2 متر مقصوصين بالطريقه اللي احنا قلنا عليها، هيعملوا 4 طبقات. طريقه الكشكشه بتاعه الطول موجوده في الفساتين اللي عملناها قبل كده في قائمه تشغيل فساتين اطفال، تقدري ترجعي لاي موديل فيه طول هتلاقي طريقه الشرح بالظبط. دلوقتي هنركب الجبونه الطول في الجبونه الصوف، هنحدد بالدبابيس كده 4 اتجاهات، الجناب ومنتصف الامام ومنتصف الخلف، وهنعمل بنفس الطريقة دي في الجبونة الطول. انا سايبة من فوق كده حوالي 70 عشان ما يبقاش تقيل خط الوسط، ومكشكشة من تحت 70 دول في الطول، تمام. يعني هو طبقة واحدة من الطول اللي هتتخيط في دوران الوسط بتاع الصوف. هنبدأ ندبس من الخلف من عند خط السوستة بالطريقة دي الطول في الصوف من الجنبين كده اللي احنا عاملين فتحة فيهم، وبعدين من خط الجنب اللي احنا محددينه بدبابيس مندبسه، وبعدين بنكمل الدايرة بالدبابيس لغاية ما نقفل الوسط.
وبعدين دلوقتي هنجيب التوب ونحدد بدبوس كده منتصف الامام في التوب عشان نقفله في الجبونة. طبعا احنا محددين بدبوس منتصف الامام في الجبونة، هنحط الاتنين على بعض بالطريقة دي. ونبدأ نلف بالدبابيس نثبت التوب في الجبونة من عند الوسط. وطبعا زي ما احنا محددين 4 اتجاهات بالدبابيس، خطين جنب منتصف امام وخلف عشان اللفة تبقى مظبوطة معاكي. طبعا يسعدني انكم تسيبوا كومنتات باي ملاحظات لو في حاجة مش واضحة معاكم، لو في موديلات عايزين ان احنا ننفذها تحت امركم سيبوا كومنت. وطبعا انا يهمني رأيكم طبعا في الموديل بعد ما يتنفذ. وبعد كده بنثبتها على المكنة. ده شكل الطبة بعد ما تقفل في الجبونة زي ما انتوا شايفين. بعدين هنقلبه على الظهر عشان نركب السوستة. اول حاجة هنعملها هنقفل الظهر بالدبابيس بدل السراجة بالطريقة ديت. طبعا انتوا متعودين مننا ان احنا منبطن الطب، بس احنا لقينا الخامة تقيلة وهي مش عايزة تكلف قماش كتير، فعموما يعني هو مش محتاج يتبطن لان اوريدي هو الخامة تقيلة، فسيبناه من غير تبطين. بس في السوارين بنحب نبطن زي ما انتوا عارفين، وزي ما شفتوا الموديلات اللي تم شرحها كل التوبات بتبقى متبطنة والزيادات بتاعة الجنب بتبقى مدارية تحت التبطين. تمام، ومنكمل تدبيس الظهر. طبعا انا بخلي السوستة تعدي خط الوسط عشان يبقى سهل في القلع واللبس، هو بيتلبس ويتقلع من تحت عادي جدا، فبخلي السوستة تعدي خط الوسط. بعدين بنجيب السوستة السحرية اللي هي طولها 50 سنتي، وبعدين بنخلي ظهرها لينا كده، ظهرها في وشنا، وتبدأ تثبت بالدبابيس من الجنبين في الزيادة اللي احنا سايبينها 2 سنتي بالطريقة ديت زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. نبدأ نثبتهم من الجنبين بالدبابيس بالطول بقى اللي احنا حددناه. ان شاء الله هسيب لكم في صندوق الوصف كل حساباتنا على السوشيال ميديا. اتمنى طبعا انكم تتابعونا سواء انستجرام او فيسبوك، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد على القناة بتاعتنا. واتمنى طبعا تتابعوا كل الفيديوهات السابقة، ان شاء الله شرحها يفيدكم، وكل موديل اتشرح هتقدري تنفذي بنفس الخطوات اكتر من تصميم، يعني انت تقدري بنفس الخطوات تطبقي تصميمات كتير. تمام، فهو كل الفيديوهات مفيدة. اتمنى انكم تراجعوا كل الفيديوهات السابقة. بعد ما ثبتنا السوستة هنشيل الدبابيس اللي احنا مقفلين بيها الظهر، هنشيل الدبابيس اللي احنا قفلنا بيها الظهر مش دبابيس السوستة. تمام، ونبدأ نفتح السوستة بالطريقة ديت وناخدها على المكنة ونخيطها. السوستة السحرية احنا بنخيطها بدون احتياج لدواسة مخصوص للسوستة السحرية، بتطلع نظيفة جدا، بتخيطي جنب السنون بتاعة السوستة بالظبط. تمام، هتطلع معاكي مظبوطة جدا زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. احنا كده خيطنا السوستة. تمام، هنقلبها على الوش عشان نقفلها وتشوفوا قد ايه هي نظيفة ومستخبية زي ما انتوا شايفين بدون ما نحتاج دواسة مخصوص ولا حاجة. طبعا كل حاجة بنعملها اتمنى انكم تكوها اول باول، يعني الطب ما يتقفلش في الجبونة الا لما يتكوي، والجبونة برضو تتكوي، كل حاجة لما بتبقى مكوية اول باول بتبقى اسهل وانضف. بعدين هنبدأ نقفل من ناحية السجاف كده الجزء اللي هو ناحية السوستة. كده احنا خلصنا الفستان. اتمنى يا رب تكون طريقة الشرح سهلة وبسيطة وتساعدكم تنفذوا زيه واحسن. زي ما قلتلكم ان هو ممكن يبقى فستان العيد، ممكن يبقى فستان شتوي وصيفي،
وممكن يبقى فستان سواريه وتغيري الخامات على ذوقك زي ما انت عايزة. هتشوفوه على البنوتة كمان شوية. طبعا في السواريه تقدري تنفشي اكتر من كده وتزودي عدد طبقات الطول زي ما انت عايزة حسب الطول. وده شكله على البنوتة، ربنا يحفظها لمامتها. الفيونكة انا ما صورتهاش، انا شرحتها قبل كده. عملنا فيونكة من الصوف وركبناها على الكتف بالطريقة دي. اتمنى يا رب يكون شرحنا واضح وسهل ونكونوا قدرنا نفيدكم باي طريقة. ومستنية تعليقاتكم ورأيكم في التصميم. وما تنسوش تاني الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.